سبب وتفاصيل وفاة الصحفي الجزائري عبد القادر بن زرقة، وإليكم التفاصيل. توفي اليوم الأربعاء الصحفي عبد القادر بن زرقة مراسل جريدة الخبر بوهران عن عمر يناهز 40 سنة بعد صراع طويل مع المرض. وحسب الأخبار فإن الراحل التحق بالمؤسسة سنة 2010 حيث تخصص في متابعة الأخبار الرياضية والوطنية إلى جانب نقل كل أخبار منطقة الغرب الجزائري. وبعثت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية رسالة تعازي إلى عائلة الفقيد، وتم نشرها على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في موقع الفيسبوك. وجاء في الرسالة: ببالغ الحزن والأسى بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية خبر وفاة المغفول له بإذن الله تعالى المرحوم عبد القادر بن زرقة، صحفي بالمكتب الجهوي بوهران لجريدة الخبر. وتقدمت المديرية العامة للاتصال بخالص تعزيها وعميق مؤاساتها إلى عائلة الفقيد وإلى زملائه بجريدة الخبر وإلى الأسرة الإعلامية كافة. وستقام جنازة الصحفي عبد القادر بالبيت العائلي الكائن بحي البركي بوهران.